وعلى رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عشر كين عاوو حكب الله بنها يا آيات اللحدن يكوب هذه من سورة الأنفالة وحونا كوي كان دونا آيات سورة دو قدن بيساء وتضباطا إيا شناد وحو ككو بن يهشن إيا طبا آيات. قال تعالى: وإن جنحوا هدي أول لحظان قال ذي للسلم هشيس هدي أول لحظان أو أي دونان إناد هشيسان صلح إيه إسبدبادين إيه هدن هدي أول لحظان فجنح أدنى لها لها سلمي إيه هشيسكي أول لحا لغير نبيغا هدي دونان إيه غوة إسلامركا هدنا مسلمين تنا واحد ضعفيا يوحد دل النماء هو كسو قاريسا أي سنجرين قال دنا أي سنحوغ أي سنجينينو يعني فرصة إيه جانس كاس أين كو قاذينين إني وح أبابولان عيدمو خب إني إسكدودان دقال إني سميستان سي مسلمين توقدولان هدي إيه وحا سجرين هدي دونان هشيس نبي قال له الشيء بالي عليه الصلاة والسلام، لكن هدي أذي جبأت كجعان سر رئيسه حد له الشيء نيسه، ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وحي الله سبحانه وتعالى هضعيفين إذنك هنا مرجونينا إذنك أبو سر رئيسان ومؤمنين إيه إذنك أبو كجعان سر رئيسان غرغارك إلهي سبحانه وتعالى يقول لها وإذن قرب تاغن يهيو نصر جيسا يا ملائك تيسا إيو أرققحين تقالد وأرققحين إذن كابا هاي ستان محاد مارك تبحما هاي أمر وقون إيسان أما هشيسك محابض وقول لها حين إيسان. في سورة محمد: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وحجر إبه سبحانه وتعالى: فلا تهينوا هضعيفين وتدعوا إلى السلم. أدو يا رتان هشيس إيوه إن ماركت محمد دقال كل الجوجيو وأنتم الأعلون إذنكو أتصر ريسان والله معكم إبنا اللجركي نؤوية هاي نصري يقوشة يقرقاركا ولن يتركم أعمالكم. عمل كيننا إلهي أسنس قامنين بل إحدى الحسنيين بعدينك كسوغنتهن إما الجنة وإما الغنيمة والشهاء وإما الغنيمة والأجر كسات هليسان. وحجر يا أبي سبحانه هدي أي هشيس طونان مسلمين تنا مصلحة وجرته إيقانا وح أباب له وح ديار قروه وحه بسكد وشاء أين السمينين فجنح لها ديقنا له شيء. قالوا ذو مركوا دجر بذنتها وخيامه بذنتها وتوكل على الله إلهي عسكو إلهي تلصارو هشيس كه عسكر نينو ها أم ملايين هشيس كاس كليته إنه يكوب بدبادين أيان يادوك إلهي تلذا وديبو إنك إله عسك ذا إلهي بقى عيمين أيا وحلوه عدو جسورن وتوكل على الله إلهي تلصارا ليري إنه ويب السميع وح الله وحي أي كه دلان بو إله مقليا مركي وح أباب لنيان أما أي عيد ما إسكد ونيان أما إذا قال أرسنيان إله هو مقليا سبحانه وتعالى العليم وحي السمين يان وأكسون يهي أما نيوين كودا يوح قلوب تودا كجر إله أقيه سبحانه وتعالى مركا ألا أقو الله الصعداء إله عسكالي حد بوين يريدو حد دونان أن يخدعوك إني أذيقك خيامان
oo heshiiskanba khiyaamo ay ula jeedaan inay adiga kugu shirqoolaan hadday heshiiska kuula galaan fa inna xasbaka adiga kaafigaagu allaahu alla wey ilaahay baa kugu filan ilaahna waad cuskatay ilaah baa kugu filanoo khiyaamadooda iyo shirqoolkooda ilaah baa fashilinaya subxaanahu wa tacaala huwa eebbe alladii allihii weeye ayadaka adiga kugu xoojiyey binasrihi gargaarkiisa oo malaa'igtii la soo dejiyey iyo gaalada argagixii quluubtooda lagu tuuray iyo ilaahay oo subxaanahu wa tacaala nasrigiisa kugu ayiday kaas weeyaan nasriga eebbe kaasaa kugu filan allaha kaafigaaga ee kugu filani waa allihii ayadaka binasrihi kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana ilaah waa kugu xoojiyey subxaanahu wa tacaalaayo mu'miniintii oo ansaar iyo muhaajiriin ka koobnaayeen baa iyagana lagugu xoojiyey ayagaa deedna guusha iyo goolka yaa kula dhaliyey ee keligaa ma adan ahayn intaasoo dhan baa isugu tagtay wa in janaxuu hadday u leexdaan nimankii kufaaru qurayshaha lisalmi heshiis hadday u leexdaan fajnax lahaa adigana u leexa heshiiska oo la heshii sidii sanadkii lixaad xudaybiye waa kii nebigu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam 10 sano in maaratay dagaalka la joojiyo oo dadku nabadgelyo ay ku noolaadaan oo ninkii meeshuu rabo uu mari karo qof kastaaba kii ganacsanaya iyo kii cilmi raadsanaya iyo kii qaraabo siyaaranaya iyo kii guriga ilaahay soo booqanaya intaba waa kii 10 sano waa kii nebigu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam fajnax lahaa wa tawakkal tala saaro cala allaahi eebbeweyne korkiisa adu waxaad cuskataa mar walbaba ilaahay un cusko gaal khayaano lagama waay inuu ku ganto faruura lagama waay ee waxaad kaga badbaadaysaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ufawidu amrii ila allah in allaha basiirun bilcibaadi yuu yidhi mu'minu aali fircawn ilaahay baa ka badbaadiyey sharkoodii iyo qawaa'ishoodii innahu eebbe huwa eebbe assamiicu alla maqlo weeye waxalla wixii lagu hadlo oo dhan ama waxay ku haloomsinayaan iyaga yuu ilaahay maqlayaa alcaliimu wuu ogsoon yahay waxa ay fulinayaan iyo waxay farsamaynayaan buu ilaah ogsoon yahay ilaah baana fashilinaya subxaanahu wa tacaala wan yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku shirqoolaan hadday doonaan oy ku khayaamaan bohol khayaamo hadday seynsaabaan waxba kaa qaadi maayaan falaa yaduruunaka kuma dhibayaanoo fa inna xasbaka adiga kaafigaagu allah wey ilaah baa kugu filan ilaahay baa sharkooda iyo shirqoolkoodaba ilaahay baa kaagaga filan subxaanahu wa tacaala lahasaa kaaga filan xasbaka lafdigaas waxaa la leeyahay waxyaabaha ilaahay uu la gooniya oo cid kale aysan la wadaagi karin baa iyay ka mid tahay sida tacaala iyo tabaaraka oo kale iyo buu lafdigan la mid yahay fa inna xasbaka adiga kaafigaagu allaahu eebbo weeyaan subxaanahu wa tacaala huwa allahaasina adiga kugu filani alladii allihii weeye ayadaka kugu xoojiyey binasrihi gargaargiisa markii dagaalkii bader aad gasheen iyo wa bilmu'miniina mu'miniinta labadaba kugu xoojiyey guusha iyo gacanta sare iyo gebagabadana waa kaad hesheen waxaana lagu helay ilaahay inuu idinku filan yahay adigana garab iyo gacal iyo gargaaro uu kuu yahay kaasaa maaragta muxuu ahaa aad ku hesheen wa wa'allafa bayna quluubihim law anfaqta maa fi lardi jamiica ayaddan waxay ku soo degtay nimankii ansaar la odhan jiray aws iyo khasrajna ka koobnaayeen asalkooduna yeman uu ahaa 120 sanay dagaalamaayeen 120 sano bay dagaalamaayeen innagu 20-kii baan joognaa haddaan 20-ka ka gudubnay soomaaliya weliba intii 20-ka soomaalidu ka gudubtay qabaa'il la isuma dagaalamaynine waxaa la isu dagaalayay waxyaabo kale loo dagaalamayay degaan iyo siyaasad iyo kuraasi iyo dhaqaale iyo wax noocaasaa loo dagaalamay 120 sano baa dagaal ka dhexeeyey aws iyo khasraj laba walaalahoo wada dhalatay bay ahaayeen waxaana waxaa keenayay muxuu jaahiliyadii diin la'aantii iyo casabiyo waxyaabahaasaa keenayay iyo degaan marka markuu nebigu hijrooday oo madiine uu tegay ansaar
uu walaaleeyeyo aw siiyey khasraj ilmahoodii oo ansaar markii dambe la baxay yuu nebigu walaaleeyey calayhi salaatu wasalaam. Hadduu walaaleeyey ansaar bay noqdeen, islaamkii bay u gargaareen, rasuulkii bay muxuu ahay u gargaareen, way soo dhoweeyeen, xoolahoodii bay la qaybsadeen, dumarkoodii bay la qaybsadeen. Markaasaa labalaba uu nebigu u walaaleeyey ta'aakhaw akhawayni akhawayn, labalaba u walaalooba, wa'allafa bayna quluubihim. Nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa waxaa la leeyahay aduu awood taa ah, ma adan dadkan ku walaalayn oo quluubtooda aduu isuma adan soo dumin, wax kasta haddaad ku bixin lahaydna ma adan awoodin inaad quluubtooda isu keento, laakiin ilaahay baa qalbigooda isu soo dumay subxaanahu wa tacaala bifadlihi wa karamihi wa raxmatihi wa manihi, yuu ilaahay isugu soo dumay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala taasuu ilaahay isugu soo dumay. Markaasaa waxay la baxeen magacaas ansaareeday la baxeen, islaamkiibay deedna u gargaareen oo garab u noqdeen. Qaala tacaala ibba wuxuu yidhi wa'allafa, waa dumay eebbe bayna quluubihim, qalbiyaalahoodu isu soo dumayo, bayna quluubi al-aws wal-khasraj yuu isu soo dumay, ansaar bay noqdeen, bayna quluubi al-ansaari wal-muhaajiriin buu haddana ilaahay isu soo dumay. Wacalayhi nebiga low anfaqta, haddaad bixin lahayd maa fi lardi, dhulka gudihiisa waxa ku jira oo dhan haddaad bixin lahayd, jamiican idaylki, wax alla waxa dhulka ku jira ee dahabku ka mid yahay, dheemanku ka mid yahay, macaadintu ka mid tahay, batroolku ka mid yahay, waxyaabaha maaragtay rikaaska ee lagu duugay uu ka mid yahay, waxaasoo dhan haddaad ku bixin lahayd, waxa dhulka dhabarkiisa yaallo oo dhan aad ku bixin lahayd, ma allafta, ma adan dunteenoo bayna quluubihim, qalbiyaalahooda isuma adan soo dunteen. Waayo qalbigu waxa weeye ilaahay baa ku shaqo leh, wax bini aadan uu wax ka qaban kara ma, bini aadamku waxba kama qaban karo. Marka sidaa aawadeed waa shaqo ilaahay subxaanahu wa tacaala. Saasuu nebigu yidhi qulubta bini aadamku laba farood oo kuwa ilaahay dhexdooday ku jirtaayo, yuqallibuhaa kayfa yashaa, si alla siduu rabo yaa ilaah u gediyaayo, min alxusni ila suu, oo min asuu ila alxusni, min aliimaani ila alkufri, oo min alkufri ila aliimaan, min alikhlaasi ila alnifaaq, ow min alnifaaqi ila alikhlaas, sidana ilaah u gedgedinayaa subxaanahu wa tacaala. Ma allafta, ma adan soo dunteen, bayna quluubihim, qalbiyaalahooga dhexdooda, walaakina allaha eebba weyna allafa, dumay baynahum, yaga dhexdooda quluubtooda isu soo dumay. Innahu eebbe casiizun, alla awood badan oo addoommadiisana ka adag, qaalibahoo laa yuqlab, aan laga adkaan karin, wallaahu qaalibun calaa amrihi, amarkiisa eebbe isagaa u qaaliba, xakiimun, alla xikmad wanaagsan oo maamul fiican oo shay walbaba meesha ku habboon dhiga. Waayo dagaalkii la galay ee Bedar sidii ku habboonayd buu ilaahay u maamulay, oo muslimiintii wuu guuleeyey, gaaladiina ilaahay guuldarru gacanta u geliyey, guuldarro yuu ilaahay gacanta u geliyey subxaanahu wa tacaala. Wa'allafa, waa dumay eebbe bayna quluubihim, quluubi al-ansaar buu isu soo dumay, low anfaqta, haddaad adugu bixin lahayd maa fi lardi, waxa dhulka dhexdiisa ku jira oo dhan iyo dhabarkiisaba jamiican idayl oo dhan dhammaan, ma allafta, ma adan dunteeno bayna quluubihim, qalbiyaalahooda isuma adan soo dunteen, oo adiga awooddaa ma lihid, ilaah baa taa iskale oo qalbiga ku shaqo leh, qalbiga ilaahay baa hadduu rabana kala fogaynaya, hadduu rabana isu soo dhoweynaya, isagaa ku tasarrufay eebbe subxaanahu wa tacaala. Walaakina allaha eebbe weyna allafa, soo dumay baynahum, yaga dhexdooda uu ilaahay isu soo dumay, muslimiinta oo dhanna ilaah baa quluubtooda isu soo dumay. Innahu eebbe casiizun, alla awood badan weeye, addoommadiisana ka adag, xakiimun, oo maamul wanaagsan. Yaa ayuha annabiyu xasbuka allaahu waman ittabacaka min almu'miniin. Yaa ayuha annabiyu xarid almu'miniin. Wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala nebiga yuu eebba la hadlay. Suuraddu ilaa lix jeer ba yaa ayuha aladiina aamanuu yay maaratay muxuu ahaay yay tiri lix jeer. Marka lafdiga markaa iimaankaa dhowr jeer bay noogu dhawaaqday, haddana bilafdi nubuwa bay haddana ku dhawaaqaysaa oo nebiga lagula hadlayaa. Yaa ayuha annabiyu, nebigan sharafta badanow, xasbuka adiga kaafigaagu, allaahu
الله معبود كيا حق أوي ومن كافيس وحوي الله اتبعك هذه كراعي من المؤمنين مؤمنين تا كمذنا الله كفرنا كافيغودا يا أيها النبي نبي قالوا حرد المؤمنين مؤمنين تا كد غابيو كد رجليو كبوري على القتال دغالكا إلى قالوا إسكعليا وقالوا السنك عيدا كغا شوبان كد رجلي محييري قالوا يغب بركة ما سميسنا دغحنا ما سيدا أدوغو وحنون سني سمو من كابا قفك قال كان وحنون سني سادو ديمان كرتو وديمان كرا سادو داواعي داواع مارتو داواع ميسو يو داواع ميا مركا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون مركا وحا لغو يري كبوري دقالك إن يكون هديهين منكم إن يكون هديه منكم إذنك حقين مؤمنين تا عشرون لباتاً صابرون أو صبريا لباتن مسلمين مؤمنين أو وريب الصبريان أو وريب النصر إلهي ومعود يهي ملائق لجرته يغلب وحيكات كانيان 200 وحيكات كانيان لباب قلبي كات كاني قف كيبا مركا وحكو آدن طبان باكو آدن قال طبان قال يا قف كيبا كتو سيسا لباتن لباب قل وحو يقف كيبا طبان وح هدين لإذن كهلو لباتن مؤمنين أو صابرون محتسبون مقبلون غير مدبرون أن محوما هاي كسة بريان دقالكي دقالكي قابشا دبدا أن جيدين محتسبين وأجري دون آيا ودقال لما يدين تإلهين يكرنو غطو يغلب 200 لباب قل بيكات كانيا وإن يكون هديه منكم إذنك حقين مؤمنين تا 100 بقل هديهين يغلب وحي بقل كاسكات كانيا بقل كاسو صابرون مقبلون غير مدبرون محتسبون يغلب وحي كات كانيا 1000 كم بيكات كانيا من الذين كوي كمدا كفروا حق الديدي كاسكات كانيا بأنهم iyaga kuwan gaalada ahaanshooda sababteed bay kaga adkaanayaan qowmun dad ay yihiin la yafqahuuna waxba fahmaynin qofku haduu gaal yahay waa qolof meel yaalwa wax qiimo u leeyahay ma jiro marka sida lagaga adkaanayo waxa waaye waa nasrigii eeba meesha yaala gargaarkii eeba subxaanahu wa ta'ala waxa meesha yaala iimaan أو وحول بابا مارتي كأود بدنه وحول بكاء ذك بامش يالا صبر كي بيال احتساب كي وحيردن مركي ليسوجيو قف كي طبم بكو فيلين يهاي وحيري بالآن هدا يا خفف الله يبفذ ذيي عنكم حقين وإذا كفذ ذيي أو ماشي قف كستبا طبان هيسك علي ليري لبق فالجوس علي إلهي نحريس تيسا wuxuu arkay inay arintaasi culays ku tahay dadka mu'miniinta qofkii inuu 10 isaga kaliyi wajaho oo kaliyi uu la dagaalamo inay culays tahay alaana hadda ya khaffafa allah alaw fududay ankum xaqiina wa alima wuxuu ogaaday alle anna fiikum idinka dhaxdiina mu'miniinta dhafan inuu yahay tabariyaran hadaba fa in yakun hadu yahay منكم إذنك مؤمنين تحقين 100 بقل صابرة أو صبريسة محتسبون أجرين الدون أي عدوغنا قابل أي نصرق إلهينا كحساب تمايا يغلب وحي كات كانيا 200 لب بقل كات كانيا مركا ننكي باللبئن لدقا لموة تاسا مركا هذا متقررة أو aan qofka muuminka uusan ka carari karin arintaas iyada hadii cadawgii dagaal lala galo adiga laba qof waa inaad maartay la dagaalanta laba qof haday kugu soo toosto ina seenta dhabarka saarto ma jirto arintaas suurtagal ma noqonayso ina iska cilisa wayo 8 baa laga tooray markaas aad maartay laba ka baxsanaysa macquul ma waxa suurtoobay in yaqlibu 200 وإن يكون هدو يهي منكم إذنك مؤمنين تا 1000 كن هدو يهي كن هدابت قادان
يغلب وحي كات كان يان ألف قاسي ألفين لبكم بيكات كان يان لبكم بيكات كان يان وحين كات كان يان بإذن الله إلهي إذن كيسا إيا لجر كيسا كاسي كات كان يان صبر كي إيا ثبات كي السقنانتي إيا الله حسد إيا هاي جيسي نمدي بيكات كان يان والله ألنا مع الصابرين هو صبر لجر كودوية marka waxa laga adkaanayo waa ilaahay maciyadiisa subhanahu wa ta'ala bil hifd wal aun wa tawfiq ba ilaahay oo mucooda ku yahay saadarteed ba laga adkaanaya gaalada maahane hadii maartay laba gaal isku hor yimaadiin ama laba taariikh ku salaad isku hor yimaadiin waxay ku kala duwan yihiin mala ninki hadba hub badan ama ciidan badan ama tiknika badan kama ba adkaana laba taariikh ku salaad haye halu kala fadila muxuu kani nasriga ilaahay ku heli kanse muxuu ku waayaya ma jirto laba mujri laba cilmaani laba diin la'aan hadday dagaalamaan waa nafsu shay isku mid wey ay ku kala duwan yihiin male maanta waxyaabaha muslimiintu ay nasriga ilaahay ku waayeen waxa ka mid ah waxa weeye xadhiggii ilaahay baa la gooyay xuduuddii ilaahay baa laga tallaabsaday xumaantii baa lagu dhiiraday sidaa darteed baa loo leeyahay inay maaragtay muxuu ahaay gaalada ka guuleystaan waxaad garan kartaa 300 iyo dhowr iyo 10 baa waxay la dagaalantay 1000 ciidan dhan markaasay haddana 700 ka dileen 700 ka qafaasheen intii kalena iyagoo calaacalaha ka murxay cidii oo ka dhaceen bay Makkah ay ku wada daateen maxay ku heleen arintaas iyada waxay ku heleen bitaa'atihim طاعدودي لله إلهي طاعدي أي مارة محمو هاي أي عابدين تاسي كوهلين كوانا محاي جبكي ناصبالك كوهلين بمعصيتهم لله معصية إلهي عاسنيين وحيي عمر رضي الله عنه وارضاه هذا الحلق الله بمارة كسيا لقسو وريي هذا الكا وحوها وحيي إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله وحو يري وحان نهين داد كوان ود اللسان بان هاي بي كو ود اللسان عرب هدان نهي داد كان دبدي سان نهين وحان أهين لمجرين وحاكو تسينا ايا المهي أدوكو أدر شبت حبال نولو نيسا إساقو آبا كولي وقرك عيدة كاقتر ايا ياد مارت هدر حبال نولو نيسا محاك اللي تواحث وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت محالو قد ليا waxa kamid ah duqnimadooda iyo xumaantooda waxa kamid ah ayadi oo aabihi ka dhintay buu iska aroosana wa ayadi oo aabihi uu ka dhintay buu aroos la galaya oo ilili iyo maxuu ahaay durbaan loo tumayaayo wa arooski hebel hebluura guursanaya lagu leey duqnimadooda waxa kamid ah timir bay ilaah ka dhigan jiray timir buu meel dhigaya wuxuu leeyahay caawa cabsi baa jirtee adiga ilaahay ilaali haddii waagu u baryay isagoo bad qaba iyadiibu quraacda ka bilaabay oo ilaahay ku ilaalinaya maad ku quraacanaysa waxaa duqnimada kale maartay taa kamida waxaa kamida waxaa la caabudaya sanam aan qiimo lahayn oo meel taagan mucaad bin jabal iyo nin la yiraahdo mucaad bin camr bin jamuux labadan nin oo dhalinyaro ah baa maartay muxuu ahaay camar binu jamuux baa wuxuu lahaa sanam buu lahaa sanamkaas aad u jeclaa aad buu dhaqaalayn jiray markaasaa labadan dhalinyarada islaamkii bay fahmeen mid isagaa dhalay wiilashii wiil isagu dhalay wa midna waa mucaad binu jabal labaduba ansaari wa sanamkii bay maartay u heshiiyeen marka sanamkii uu heshiiyey maalin waxay weey maharta muxuu ahaayay markuu isagu seexdo inta uu yimaadin bay afgan bay u ridayaa oo iskaga tagaya subaxdii ilaahay oo afgan bay u yaala oo dabada cirka u taagaya oo roob hadda soo daaynin yuu imaana ilaahay buu toosinaa boorkii buu ka tirtirayaa meeshii buu dhigayaa boole buu leeyahay ilaahu raalli ahow lagu xumeeyay maalinta dambe waxay sameeyeen haddana xaaray soo qaadeen
markaasay tin iyo cidhib marmariyeen. Subaxdii hadduu yidhaahdo caabudida aad isu gaabisido aad u gurguuratid, hadduu yidhi wixii hal kiilomitirba looma soo dhaafi karo, hal kiilomitir looma soo dhaafi karo. Wuxuu adiga sameeyey wuu ka tirtiro, saabuun la mariyo, markii dambe cadir lagu shushubiyo meeluu dhigay. Wuxuu yidhi seef xiiraysa intuu ag dhigay, wuxuu ku yidhi habeen walba aanu ku tirtiri maaye, intasir gargaarso iska celi nimanka sideen ku yeela. Habeenkii dambe ayuu soo guhmaarta huladeene ay bakhtiye bay soo qaadeen. Markaasaa sanamkii oo maarata kolkii hore wax bakhti iska ahaa iyo aygii oo bakhtiyaba ay lugaha iskaga xidheen, ceelay ku foorariyeen. Subaxdii haddii waagu bariyey sanamkiisii hala firfiri waaba la waay, haddii la raadiyey isagoo ay isku xidhan yihiin, ay isagoo la isku xiray oo afarta addin la iskaga xiray oo maarata muxuu ahaaye ceel madaxooda lagu foorariyey, dabadan cirka u taagay yihiin. Markaasaa wuxuu gartay camar binu jamax, wuxuu gartay waxaani inuu yahay wax aan jirin, wax aan jirin meel cidlaa inay ku baaba'een. Kaas ayada ayuu fahmay, fa aslama wa axsana wa xasuna islaamuhu. Markaasuu intuu islaamay yaa islaamkiisiina uu wanaagsanaaday. Marka waxaasaa maaragtay muxuu ahay wax la moodi jiray, waxaase wax laga yeeqsada ma dayib. Marka waxa waxa caabudaysay gargaar iyo guul ay ku helayaan ma heli karaan buu yidhi Allah subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha nabiyu, nabiganow xasbuka kaafigaagu allahu allow, waa allaha macbuudka ee cibaadada isaga mudan, keligii mudan. Wamanna isagaa kaafigiisa, ittabacaka adiga ku raacayo, min almu'miniina mu'miniinta ka midana, ilaah baa ku filanoo kaafi wa. Haddii sidaa la yidhaahdo tafsiirka ugu raajixsan waa arjaxu tafaasiir, waa in la yidhaahdo ilaah baan adiga kugu filan, rasuulka intii ku raacday ku rumaysanay ilaahay baa ku filan. Laakiin haddaad tidhaahdo xasbuka allaahu allawi waman ittabacaka adiga ku raacayna waa kugu filan yahay min almu'miniina, tafsiirkaasi dad baa ku fasiray laakiin waa tafsiir khaldan. Sida saxda waxa waaye ilaah baa kugu filan adiga inta ku raacday ku rumaysanay ilaahay baa ku filan, ilaahay yaa ku filan. Waxa isdiidaya xasbuka lafdigaas ilaahay keliya loo isticmaali kale sida tabaaraka iyo tacaala iyo wixii lamid ahoo kale. Haddaad tidhaahdo allah kugu filan, wamanna way kugu filan yihiin, ittabacaka adiga ku raaco, min almu'miniina, haddaad tidhaahdid arrintaa khalad baad maaratay muxuu ahaaye yaad gashay oo laftigaasaaba kaa diidaya. Marka ilaah baa kugu filan, wamanna waa kugu filan, wamanna waa ku filan yahay alle, wamanna waa ku filan yahay, ittabaca raacay ka adiga ku raacay, min almu'miniina mu'miniinta ka midana, ilaahay baa ku filan subxaanahu wa tacaala. Tafsiirkaasaa ugu fiican, yaa ayuha nabiyu, nabiganow xarid almu'miniina, mu'miniinta ku dhagaabi, ku dhiiri geli, ku boori cala alqitaali, dagaal korkiisa inay dagaalamaan. Taas ku booriyaale, in yakun haddii uu yahay minkum idinka 20 labaatan saabiruuna oo sabraya, muxtasibuuna ah ajrina doonayo, cadowga qaabishano sayntaan dhabarka saarin, yaqlibu waxay ka adkaanayaan, 200 bay ka adkaanayaan, 200 bay ka adkaanayaan qofkiiba 10. Wain yakun hadduu yahay minkum idinka mu'miniinta 100, yaqlibu waxay ka adkaanayaan 1000 bay ka adkaanayaano, min alladiina wixii ka mida, kafaruu xaqa diiday, biannahum iyaga ahaanshahooda looga adkaanayaa, qowmun dad ay yihiin, la yafqahuuna aan waxba fahmaynin, qolof meel yaallowa waxay yihiinna ma jiro. Marka midda kale guushii iyo gargaarkii eebbe iyo malaa'igtiina meesha waa ku jirtaa. Al-aana haddaba hadda, yukhaffafa allaahu eebba fududeeyey, cankum xaggiinna mu'miniinta, wacalima wuxuu ogaaday eebbe, anna fiikum idinka dhexdiinna dacfan inuu yahay tabar yaraan. Qofku waa bini aadan, haddii maalin walba dagaal intii la gala la yidhaah 10 baad maaratay adiga diyaar u ahow, waa dhib aada u weyn wey. Qofku waa daali karaa, waa xanuunsan karaa,
waxba iska daba mari kara. Tobankiina meel bay kuu taagan yihiin, keligaabaana maaratay tobanka lagaa rabaa inaad meel saartid waa arrin adag. Wacalima wuxuu ogaaday eebbe anna fiikum idinka muuminiinta dhexdiinna dacfan tabaryaraani inay tahay, haddaba fa in yakun hadduu yahay minkum idinka muuminiinta mi'atun boqol saabiratun sabraysa yaqlibu waa adkaanayaan, mi'atayni laba boqol bay ka adkaanayaan biidnillaah bay kaga adkaanayaan, iyo gargaarka eebbe bay meel ku saarayaan labada boqol. Wa in yakun hadduu yahay minkum idinka xaggiinna mu'miniinta alfun kun yaqlibu waa ka adkaanayaanoo alfayni laba kun bay ka adkaanayaan, laba kun iyo meel saarayaan biidnillaah, ilaahay idankiisa subxaanahu wa tacaala iyo ilaah iraadadiisa mashiicadiisa. Wallahu eebbana maca asaabiriina, kuwa sabraya la jirkooda kaasuu eebba ahaaday subxaanahu wa tacaala. Maa kaana linnabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yuskhina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira. Aayaddani waxay ku soo degtay markii Badar dagaalkeedii la galay, toddobaatan oo sanaadiiddii weliba u badan dhulka la dhigay madaxdii Qureysheed, toddobaatanna la qafaashay, baa nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii hanti ahaa ee laga helayna ghaniimo ahaana la soo ururiyey, baa nebigu Abuubakar la tashaday, toddobaatankan aan soo qafaalanay maxaan ku samaynaa? washaawirhum fi lamri faida cazamta fatawakkal cala allah waamrun shuura baynahum, dadka muuminiinta waxa weeye amarkoodu in laga shawro oo la gorfeeyo oo talada deedna markaa go'aan midaysan laga qaato. Wa Abuubakar wuxuu yidhi, yaa rasuulallah, haa'ulaa'i qawmuka wa ahluka wa cashiiratuka, waxaa laga yaabaa waa ehelkaagii iyo qaraabadaadii iyo qoomkaagii wey, waxaa laga yaabaa maanta haddii la iska cafiyo intii madax furasho laga qaata la iska sii daayo berri inay intay soo islaamaan deedna ayna garab joogsadaan, hiil iyo hoob aynala garab joogsadaan baa suurtagal ah. Waxaan arkayaa inaad madax furasho ka qaadato, yidhi Cumar. Buu haddana nebigu u yeeray, war Cumarow bal adigana ka waran. Wuxuu yidhi, yaa Rasuulallah, haa'ulaa'i akhrajuuk wa taradduuk wa qaataluuk, waa ku bixiyeen oo dalkii iyo degaankiibay kaa soo eriyeen, way kula dagaalameen oo haddana Madiine kaaga daba yimideen. Wuxuu yidhi, kuwaan naxariis nama dhex taalle, wax alla wixii Banu Haashimana Cali u dhiib, buu yidhi Cali binu Abi Taalib u dhiib, kurkaa ka u jare, wax alla wixii reer Bani Caddiana aniga ii dhiibinaa kurka ka wada jaraye, wax alla wixii reer Bani Tamiimana Abuubakar u dhiibi isagana kurkaha ka jare, war ma naxariis baa agtanada taal. Dadkii ka qayb galay shawrka waxaa ka mid ahaa Cabdullaahi ibnu Rawaaxa. Cabdullaahi ibnu Rawaaxa, waa adigana baa leh ra'yigaaga, wuxuu yidhi, an waxaan arkayaaba in maaratay muxuu ahaaye toban gaadhi oo xaaba in lasoo guro, toban loori oo xaaba, xaabadii dab lagu shido, markii dabku isqabsado ee shimbiru ay dul mari kari waayaan, markaa intii la qaaday in lagu daadiyo gabigooda. Gowracu waaba naxariis, in la gowr gowrac waaba naxariisba taas. Nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu ra'yigii ururiyey waxaa la qumanaaday ra'yigii Abuubakar, baa nabiga la qumanaaday calayhi salaatu wasalaam. Ra'yigii Abuubakar buu qaatay madax furashaa dadkii laga qaatay. Haddii subaxdii waagu beriyey Abuubakar iyo nebiga oo barooranaya, baa waxa u yimid Cumar radiyallahu anhu wardaa. Markaasaa wuxuu yidhi, yaa Rasuulallah, adiga saaxiibkaa maxaa idinka oohiyey? Waxaa idinka oohiyey haddii anigana aan idinkula jiro, haddii anna waan baroorana sidaad idinkaba u ooyinaysiin baan u ooyayaa, haddii idinka khaasa idinku tahayna waan iska oohisiinayaa, waayo saaxiibahay baa tihiin, waan iska oohisiinayaa, kole indhaha faraha iska geliyo ama basbaas aan iskaga shubo, waan iska oohisiinayaa. Markaasaa maaragtay muxuu ahaa nebigu arrintii u sheegay, arrintii yuu u sheegay. Marka Cumar mulham buu ahaa, meelaha nebiga lagu canaantay bay tanna ka mid tahay. Dayif, marka qisadaasay aayaddani ku soo degtay, waxaa la leeyahay nebi madax furasho inuu qaato uma suurtoodaba ilaa cadowgiisa
وعرضاديقها كدغو او كقالب النغضو او وح للديرو iyo wax la dhaawaco iyo wax la xiro iyo wax dalka ka carreeyla ay noqdaan inuu xoolo yar uu iska gurto iska ziyareysto waxa suurtagal ma hali ma kana ma ahanin umana suurtoodo wadana uma ahalin nabiyin nabi ilaah u waramay an yakuuna inuu ahaada nabiga lahu nabiga asra kuwa la qafaashay xataa yuskhina ilaah waxa la leeyahay nabiga maxaad u gowracii weeyda toddobaadka kanmaad iyadana dhulka saa dhigtid oo gowracdiida la leeyahay 140 haday quraash ka baxaan mayaga duulimaad dambe isku dayay waba lixniye siibe wax soo dhaqaaqi kara ma jiro marka waxa la leeyahay maxaa asa u yeeshay leeyahay nabiga lagu canaanay ma kaana ma ahanin oo linnabiyin nabi uma ahanin loo waramay oo ummad loo diray an yakuuna inuu ahaado lahu nabiga asra kuwa la soo qafaashay in deedna kuwaasoo madax furasho uu ka qaadanayo xataa yuskhina ilaa uu ka qaalib noqdo qaharahum wa qalabahum wa adacafahum ilaa uu ka daciifiyo oo ka adkaado oo uu ka duleeyo inuu madax furasho qaata looma ogola fil ardi dhulka dhexdiisa markaasaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala turiiduuna carada dunya adduunyadan bidhbidhkeedaad raadinaysiin carad waxaa la yidhaha wixii muuqda ee haddana durba iska dhammaadaa la yidhi xabad nacna haddaad soo qaadato afka gelisid waxoogaa markaad muurmuuriso ood muudmuudsataba oo iska dhammaanaysaa carad wa carad baa la yidhaahdaa adduunyadani waa wax iska tegayawa wax iska tegaya oon daa'imaynin weeyaan wallaahu allana yuriidu wuxuu doonayaa wayardaa lakum uu weliba raalli idinka yahay alaakhirata aakhiro hawaabkii aakhira yuu allana idinla doonayaa ayadan oo kale waxaan ku soo marnay fii suurati aali cimraan dagaalkii uxud iyagiioo lagu haydaarteeyey saxaabada markii oo intii gaalada laga adkaaday ay dhahay alghaniima ghaniima baa wuxuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala minkum man yuriidu addunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida mid aakhira doonaya iyo mid adduunya doonayaa idinka mida waxay dhaheen saxaabatu rasuulillah ma anaan ogeyn arrintaa ilaa nebiga ma aragtay lagu soo dejiyey aayaddaas markaasaanu ogaanay dad adduunya doonaya inuu nagu dhex jiray adduunyadan doonaya inuu nagu dhex jiray waxaan soo maraynay cashirkii saddexaad innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna baan soo marnay nabigana waa ki yidhi calayhi salaatu wasalaam ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal xooluhu waa fitna maxaa maalintii uxud loo jabay waxaa loo jabay xoolo dartood baa loo jabay 70 saxaaba ayaa dhulka la dhigay jab iyo naasabeel baa dhacay nebigaa la dakhray iligiisii baa la jabiyey waa lala baqday dayib waxaa keenay adduunyo jacayl nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa canaantani ugu dhacaysaa waa adduunye sababteed yay ugu dhacaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka turiiduuna carada dunyaa adduunyaad raadinaysaan wallaahu yuriidu alaakhira ilaahina aakharu idinla rabaa iyo ajrigeeda iyo thawaabkeeda yuu idinla rabaa wallaahu allana casiizun alla awood badan addoommadiisa ka adaa xakiimun oo weliba maamul wanaagsan wa markaasaa ilaah wuxuu yidhi lawlaa kitaabun haddii lala yahay kitaab oo min allaahi ee baxaggiisa ka ahaaday kitaabkaa lamale ee kitaabkaasaa qorane kitaabkaasoo sabaqa horreeyeyoo looxu maxfuudkuuba ku qoran yahay in ilaah uu u banneeyey ummaddan qaniimada in loo oggolaaday oo qaniimada loo xalaaleeyey baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabka ku qoray haddaan kitaabkaa qornayn oo kitaabkaasi uusan jirin lamassakum waxaa idin taaban lahaa fiimaa akhadtum waxaad qaadateen sababtiisa cadaabun cadaab baa idinku taaban lahaa cadaabkaasoo cadiimun aad iyo aad u weyn cadaab weyn oo daran baa idin taaban lahaa ee fakuluu cuna mimaa haniimtum wixii aad haniimaysateen ee gaalada shafarood iyo calacal lagaga qaatay wixii madax furasho aad kaga qaadateen iska cuna xalaalan isagoo la idiin banneeyeyo kitaabkaa hore iyo ku qornayd tayiban oo weliba wanaagsanoo daata ahaanna weliba u wanaagsanoo sida dhiigga iyo doofaarka iyo wax lamidaan xaaraan u ahayn wattaquullaha laka cabsada
وحي ليدين فري فلنتيسا يوحي ليدين ديدي اسكدين تيسا إله كقبقى إن الله يبنى غفورا الذين بيقول دافو يعني عدي توبك أنت صون نقطة حقار دليل با لوجي دي مركر دليشي بوحى لليهي إله ويدين دم بدافيا رحيم بعباده دومدي سنة إله وأن حريستا سبحانه وتعالى سيداس إله كيري رسولك إيو محمد هاي إيه ضدكي نبيك رأيك كل راعي مركة مسألة وحي مسألة الاجتهاد بيهي أوه لما شيء بيكو اجتهادين مدكو باد وحا ليري مدح فرح شادان كقادنو تضباطة كان مدو والبابا لباتن هدين لغا قادو لباتن هدين لغا قادو والعك فربضان العك تاسي وحي نقونيسا ما رتدتك مسلمين تا وحقل بيقول نقوني سهتا هوب يكون جذن كران هوب يكون جذن كران أو ويسكو أبابولي كران وحبيو قبنا يسا ومت مد اللبات وهاي كفي كيران رسولك يا أبو بكر أرمادت كان إلهي بمارت إنتو صاهنونيو إذن كان السبب أظن نقطان هنون كودا بريك مالنا أي مارت هيليو هو إذن لقرب جوك سدان سداسه ما كان وما هانين للنبي نبي ومسونا أن يكون إنه وهذا له النبي أسرك ولا قفا شيء حتى يثقنا إيه وحى ويحق عن تكل جوا إنه هرك جورعوه وعلى وحق عن تكل جوا إنه سيها هيبة ما هبا وإنه ما ارتدك تديك أضر حتى يثقنا إلى أكضعي في الأرض أو كقالب النغض أو وحل الدلو إيه وحد ذلك كتجا إيه وحبسي الجليو إيه وحمارت محمد هاي كبحق ماذا حكوا سوق قاضين النغضان حتى يسخن في الأرض تريدون واحد دوني سان عرض الدنيا الدنيا ذنب بير كذا والله ولا يريد واحد دوني الآخرة آخر وإذن الربا وهو والله ابن عزيز الأود بدن ودو مدي سك هذا قوي أو واحد ضمعين ومال مري لجهر إيمان كريم حكيم الله ما أمل ونعكسه لولا كتاب هديل لي كتاب القرآن أول دقيقة ومن الله بحق سكا هذه كتاب كاسو سبقه الريلوح مفوت كي يقول قرنتاي لمستكم وحيد تابا لها فيما أخذتم وحد قادتين إما ضحفر الشضاء وحد قادتين وحيد كقبا لها عذاب عذاب عظيم أوين عذاب وين يا إذن قبل لها بويل الله سبحانه وتعالى وأيوم ما بل أقولين وقت قاسو كلا ما ضحفر الشين قادتان مركي إلا ضعيفيو أو لجلعيو أو أي دلوبان مركاسا وحال الرواء فإما من بعد وإما فداء مركاسا للدونية أو دقال كينا أجوك سيدو حتى تضع الحرب أو زارها مركي دقال كعليس كي سأوديغو ووحل الدلي إيو وحدالك كتغي إيو وحل قبطي وقعنت هستي سلقلي وح كبها مضحكو سوق هذي انت مركي الا النقضه مركاسا waxa ku banaan in aad hada rabtana qaar iska siideeyso adoon waxba ka qaadanin ama madax furashaad ka qaadato markaasa ku banaananaysa fiima khadatum lamasakum wahid intaban la fiima khadatum wahid qaadateen madax furashada adaban adeem baad ku qabala ay fakuru iska cunaa hadaba kitaabkiiba horeeye mimma ghanimtum wahid ghanimaysateen iyo madax furashadi halaalan isagiyo wanaagsan oo halaala oo kasab halaalo إن قال هذا شن فرضي على عل لقى سوقته هنتذا وحوي وشيء حلال طيبا وفيعا واتقوا الله لك عبسدا إن الله يب غفور لدم بقدافوي للتائبين ورحيم بعباده بأوليائه بإله أن حريصنيا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم أيضا نوحي كور رميس عباس بن نبي قوي من عليه الصلاة والسلام ذكي لسواق فاشيب وكمدها نبي قانا وقع عباس إنه مسلمي هاي وقع لكن والا سواق قصبي إيمان كي سنواقر سنة نبي قنا وكور غبي نمان كي قريشات با سواق قصبي أوه dagaalka waxa lagu keenay shan farood iyo calaala lagu keenay isagana wuxuu yiraahdaad ismuujiso meesha sabi ku gowracaya markaa uu soo raacay qasab uu ku soo raacay markaas nabiga markii madax furashada uu qaadayay abbas wuxuu yiri halay ka abbas baa loo geeyay wuxuu yiri isfuro
يا رسول الله وابد قيدنا المسلم هاي دتك ما فرشده لغا قاداي سو دتكي غالده ما ما اني مسلم با وانا سي لغا قاداي وحو يري النبي عليه الصلاه والسلام مسلمين تايوان اوغين لكن ايغا تو رعدي سوما هداد ايغي سو رعدي او صفكودا اد كو جيرتي او قاارانكي اد واخ كبخيساي ايغا اد لخوغنتا هي حقا مدح فرشده ايغا اد كو غورعنتا هي بخيالي تيسي مركو اوغلااداي يا هدنا وحا ليري عقيل iyo nin kale yara Noofal bin Xarithna adaa laga raba labada wiilna adaa laga doonaya wuxuu yiri Rasuulullaahi ma haye maxaan ku bixiya 20 baan watay 20 baan watay dirham 20kii dirham ee watay waxaan ugu tala galay ciidanka inaan ku taageerno raashin iyo marti loogu godo 20kii adiga ma ku dhiibay marka waxa kale xaqiiqo keenaya nabigu wuxuu ku yiri aaway hantidii ad guriga ku xabaashay ee wuxuu ahaay umul fadli atri xoolaha meesha aan ku xabaalay waxaan noqon doono ma ogi waxa ugu dhici doona garan maaye hadii maarta aan soo noqon waayo oo meeshaas la igu dilo xoolaha adiga iyo Cabdullaahi iyo Cabdullaah ibn Abbas Cabdullaahi iyo Ubaydillaah iyo ninka la yiraahdo fadli saddexdiinaas intinaas iska lagu yiri markaas waxa uu yiri Rasuulay ku sheegay markaas waxa uu yiri Nabigu Ilaahay baa ii sheegay akhbarani Rabbi Rabbi gaiba ii waramay markaas waxa uu yiri ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah waxaan ogaaday buu yiri rasuulki Ilaahay inaad tahay rasuulki Ilaahay inaad tahay kaasan ogaaday ya ayyuhan nabiyyu nabigan loo waramayow qul waxaad u tiraa liman dad waxaad u tiraa fi aydikum gacmihiina dhaxdooda ku jira ومن الأسرى كو ولا سو قفاشيا وحد كتيراهدا ان يعلم الله ابهدو اوغيهي في قلوبكم ذيك قلبينا خيرا هدو كوغي وح خيرا اي ايمان اي وناك هدو قلبينا كوجيرو يؤتكم با وحو يدين سينيا خيرا وح كخير بدن كفيعنان بدن مما اخذ منكم وحي يدين كلا يدين كقاده مدح فرشده لا يدين كقاده وح كخير بدن بو الله يدين سينيا taas waa qodobka koobaad laba oo yaqfir lakum waana idin dambi dhaafaya dambigiina waa dhaafaya ila subhana wa taala labadaas aad leedihi waxa dhacday ninkii loo oran jiray Abbas in xoolo farabadan nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam xoolo markii la keenay meeshaas la iskaga daadiyay lacag farabadan bay ahayd saajidka meeshiisas baa lagu daadiyay markaas Abbas nabiga u yimid oo wuxuu yiri ya rasuulullah berigii Badr waa kaad ogeyd aniga naftayda waanigii furtay ninkii Aqil ahaa iyo Nawfal bin Harith waanigii furtay waxaan doonayaa maanta in la ii gacan celiyo maadaama dadkii muslimiinta ahaa ay hanti heleen la ii gacan celiyo inta rabta ka qaadu ku yiri jawaan buu qaatay waa ku gurtay uu qaadi kari waayay markuu qaadi kari waayay buu haddana wax kale ku sii guray ya rasuulalla kale igu qaad waayay wuxuu yiri kugu qaadi maayo aduu qaado adigu qaaduu ku yiri markaas mar wuxuu waa uu gungundhiya mar uu dhulka ku jiida yaani isagoo rabo bal siduu ku qaadi lah binaadanku in xoolaha aad u jecel yihiin taas lagu garanayo marka tiiba abaalmarin looga dhigay wallahu allana ghafurun alla dambiga u dhaafaya litaayibiina buu u dhaafaya rahimun بعباده دومدي سنه وان حريص بدن يحي وان يريد هدي دونان كو لا سو قفاشه غعنت لغو هيا خيانه كدي لا سي دايو انت مرح فرشه لغا قاتو هدي لا اسك فسخو هدي لا سي دايو هدي خيانه يا شرقول كولا دونان قريب ما فقد خان الله الله خيامين من قبل هدا كو كفروا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبرسالته بكفرين وحاربوا الله ورسوله إلهي رسولك سنوي لدك علمين فقد خانوا الله إبي خيام من قبل هذا كهر فأمكان إباق عنقلي منهم يقع حقوض عنت على وقفت هذا إمارت خيانك لإسكود دياني الشرقول كان نصيد أم بالوقة بان دونا والله ألنا عليم ألا أقال بذنوي وحاي مضان دونا بوقي هاي حكيم ألم أمل وناكسن ويان حسير إب يا أيها النبي نبي قنو قل وحد ترى لمن ضدك في أيديكم قعمه إن كسقنايا وحد الدهضة ومن الأسرى ضدك لقفاشيا
وعباس يو انتي ماركت محمد هايق عنتا لقودك إن يعلم الله إبهدي وقيهي في قلوبكم قلبياليهن خيرا خير هدوك وقيه وإيمان وإسلام ويقين ومحبة الله ورسوله هدوك وقيه يؤتكم إبوائد السينة خيرا وحكا خير بدن مما أخذ منكم وحي الذي كقاد وحكا خير بدن بإله ذي كبدليه وحكا خير بدن بإله كبدليه وكان نبي قهرتيس أشهد أن لا إله إلا وأنك رسول الله إيمان موحكا في عن باجرة إسلام موحكا في عن باجرة ويغفر ودافع لكم إذنك والله ولنا غفور ألا أدن بدافع أنت توبك أنت إحمانتك سؤال نغطة إقف تقرطة رحيم بعباده وإن يريد هدي دونان خيانتك إني أذيقك خيامان وكشير قولان هدي دونان فقد خان الله إلهي سبحانه وتعالى بيب خيامين هدى كهربال خيامي الله إسلامر كان وحوي حسبك الله إلها كغفلا فقد خان الله إبي خيامين من قبل هذا كهر فأمكان إبي وقعنقلي منهم يقع حق وضوء بذر بالقوة قبطي تضباطا لقدر تضباطا لقوة فاشي والله ولن عليم اللي قال بذنوي كوا سيقع هي شرقول كوضا إيو وحي كشقين يعيد والبوحي سمين يسو إبي حكيم اللهم أملوا ناكسوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أفرتن آيضاد أغدن بيسا أي سورد كوغب قبو بيسو مؤمنين تي وحي أقيب سي أفر قيبات أفر قيبات يوقيب سي قيبت كوباد وحواي ومهاجرين مهاجرين ولبا انتي مارتي حديبية كهر ريسي وحي هجرو ديو و أمدي مارتي النبي عليه الصلاة والسلام تدكي وقيمها بدنابي أحايا waxa ku ciiga dadkii hadana iyaga soo dhaweeyay oo ansaar aha oo gogosha u fidiyay oo gasiinka siiyay oo xoolahoodii la qaybsaday oo dumarkoodii la qaybsaday oo dagaalkii la galay oo maaragtay maxamed dadkii u soo hijrooday aad maaragtay u soo dhaweeyay yuhibbuna man haajara ilay qaybta kale waa mu'miniin laakiin ma inay soo hijroonin gaaladii bay iskaga dhex jiraan wali oo iskaga milan yihiin ayagana xukunkooda iimaan doona xukunkooda ayagana waa noo iimaan doona qaybta afraad waa dadkii hijrooday wixii xudaybiye sanadkii lixaad ka dambeeyay wixii hijrooday ayagana way amaanan yihiin laakiin labada qoloho ee hore ma gaadhaan in alladiina akhyaarti aamanu xaqa rumeeyeen oo wahaajaru hijroodeen dalkoodii degaankoodii duunyadoodii dadkoodii ka tagay إلهي درتنا أغتغي لأجل الله لإعلاء كلمة الله فرارا بدينهم إيو رسولك إن قرب الله أنه غضايا قاشان أو وجاهدوا دقالمي بأموالهم مع أموالهم حوله ذا لجركو ذا وأنفسهم نفته ذا لجركو ذا في سبيل الله ودد إلهي يدينت إلهي كرنغط كذا أدقالمين وصفة وحواية لبادوه صفة صدحادوه صفات كوباد واحد آمنوا صفات اللواد نهاجروا صفات صدحات نجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إيا والذين كوي آووا صدوا مي أو ونصروا أقرقارين نمان كي أنصاريدنا لبس صفاء قيمة بضان ضدكي ولالو هوضها إدالكو ذي ضدكو ذي الدنيا دقانكو ذي كي يمد بي سردو ويين مركاسي سيو عنو سردو ويين ونصروا ويلو أقرقارين ولا قرب جوك سدي أولئك اللبضاء كوحود اسكدر بعضهم بركوت أولياء بعض بركة كلي يي وليال ويهين قعل بي ويهين قرقاري ويهين قرب بي ويهين والذين كوي آمنوا حقرهم يي ولم يهاجروا وقيبتي اللبادوة ولم يهاجروا أن هجرون ما لكم إذين مسوغنان هداد مهاجرين أنصارتهين من ولايتهم إن دوليال كدغتان من شيء وحبا حتى يهاجروا إليك هجروا ذا لمن كان إسكتشوه يوغو هجرون كرو أوودي كرا قال دي إسكت أحفريستي قال دي إسكت أحفريستي لمن كاس أيغا وحمارك تمحوه هاي إذا كد حيام جروير الله سبحانه وتعالى تدكا قعلي دين ماها
gargaaro idinkana uma tihidin, waxa waaye waxba isuma tihidin ilaa goorma xataa yuhaajiruu inay ka soo hijroodaan, buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Gaalada oo lagu dhex jiray dhibka ay leedahay baad arkaysaa fii suurati nisaana waa ku soo marnay. Dadkii gaalada iska dhex fadhiyey iyagoo hijroon kara, markay naftu wada qabatee malaa'igtu naftu ay ka qabanaysay, waa kii su'aasha la weydiiyey, fiima kuntum? Kunnaa mustadcafiin, baanu ahayn. Markaasaa waxay dhaheen war miyaan dhulka ilaahay ballaadhnayn? Fatuhaajiruu fiiha, aad ku hijrootaan. Fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu, buu yidhi ilaah, meesha jahannamo la ilaahay gelaya. Laa taraa aani naaruhumaa, buu yidhi nebigu, yaysan labadooda dab is arkin. Qof muslima iyo qof gaala dabkoodu yuusan is arkin. Gaal balaayo iyo jinni iyo shaydaannimo iyo dhib unbaa haddaad la daristo unbaad ka faa'iidaysaa. Kuwan haddaba iyagaan hijroonin, wain istansaruukum, hadday idin gargaar weydiistaan, fi diini, diinta in loogu gargaaro hadday idin weydiistaan, gaaladii bay ku dhex jiraan. Marka hadday gargaar diimeed idin weydiistaan oo ah waxayba maar diintoodii baa lagula dagaalamay, cadow baa la dagaalamay, islaannimaaba loo laynaya oo loogu xadgudbaya, ama dacwo iyo waxay u baahan yihiin culumo iyo diin iyo kitaabo iyo adduun bay u baahan yihiin, facalaykum annasru, inaad u gargaartaan baa korkiinna ahaday, buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Ilaa calaa qowmin, qolo korkeedoon looga gargaarayn maahane, qoladaasoo baynakum, idinka dhexdiinna muuminiinta iyo wa baynahum, qoladaas dhexdooda mithaaqun, ballan uu yahay. Qolada la dagaalamaysa hadday qolo gaala ay yihiin, qoladaasna mu'miniinta waxaa kala dhexeeya ballan, inay la dagaalamin oo la isbadbaadiyo baa lagu heshiiyey, looga hiilin maayo. Waayo kuwan haddaad tidhaahdo war waa muslimiin oo mu'miniin wa, haddaad tidhaahdo ballan baad gashay, ballankuna diintu ka mid yahay, ballankii loo burin maayo nimankaa maaragtay muxuu ahaa gaalada iska dhex fadhiyey, looma burinayo, yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. Wallahu aclamu bima tacmaluuna, waxaad camal falaysaan, basiirun, kii arkayo wa. Ina aladiina, dadkii aamanuu xaqa rumeeyey oo wahaajaruu hijroodeen oo wajaahaduu dagaalameen, biamwaalihim, maca amwaalihim, xoolahooda la jirkooda, wa anfusihim, naftooda, fii sabiilillaah, diinta ilaahay koryeelkeeda, iyo waladiina, kuwii aawow soo dumay oo soo dhoweeyey oo gogosha u fidiyey oo wanasaruu u gargaareen, ulaa'ika kuwa bacduhum, barhkoodba, awliyaa'u bacdin, kuwa kale bay weliyaal u yihiin, gargaarayaal bay isu yihiin, garab bay isu yihiin. Waladiina, kuwii aamanuu xaqa rumeeyey oo walam yuhaajiruu, aan hijroonin, maa lakum, idinkuma sugna, muhaajiriin iyo ansaaray, min walaayatihim, ayaga weli noqoshadooda, min shayin waxba. Ama inaad isdhaxashaan, inaad isdhaxashaan ma jirta iyadana, xataa yuhaajiruu, ilaa hijroodaan. Wain istansaruukum, hadday idinka gargaar weydiistaan, fi diini, diinka dhexdiisa, facalaykum, korkiinna waxaa ahaaday annasru, in loo gargaaro oo garab loo noqdo, ilaa calaa qowmin, qolo korkeed baan garab loogaga noqonaynin, baynakum, idinka muminiinta dhexdiinna iyo baynahum, iyaga dhexdooda miithaaqun, ballan uu yahay. Wallaahu eebbana bimaa tacmaluuna, waxay samaynayaan buu basiirun, eebba arkayaa, waana la xisaabtami doonaa. Waladiina, wixii kafaruu, xaqa diiday, bacduhum, barhkood, awliyaa'u bacdin, weeyaan iyagana gaaladii mu'miniintii waxaan soo marnay, ulaa'ika bacduhum awliyaa'u bacd, gaaladiina bacduhum awliyaa'u bacdin, ayagaa garab isuwa, ayagaa gaashaan isuwa, ayagaa taageerayaal isuwa, iyagaa istaakuleeya, iyagaa muslimiinta meel uga soo wada jeedsada. Yahuudu aad aragteen hadda gaal oo dhan haddii far lagu fiiqo, il haddii xaggooda qalloocan lagu fiiriyo, gaal oo dhan baa isla wada dhawaaqa, gaal oo dhan yaa isla dhawaaqa, bacduhum awliyaa u bacd. Muslimiinta markii la yidhaahdo hal mowqif bay u wada taagan yihiin, alkufru milla waaxida wa, muslimiinta hal mowqif bay u taagan yihiin, waa cadaawad iyo colkii ugu dambeeyey bay muslimiinta u hayaan, iyaga dhexdooda markii loo noqdana iyaga naftigooda waxaa ka dhexeeya dagaallo hoosaa ka dhexe. Laakiin markay muslim iyo gaal noqoto, hal mowqif bay u taagan yihiin muslimiinta, taxsabuhum jamiican wa qulubuhum shatta, iyaga naftigoodu waxyaabahaasaa dhexdooda ku jira, laakiin muslimiinta meel iyo mowqif
يو تاغنيهين وحو يريبا إلا تفعلوا هذا إذا سمينين هكا لإذن فري وإيمانك إيا إسلام مضى إيا هجرة داس إيا دين تولو قرقارو تكون وحا أهانيسا فتنة بلا أهانيسا في الأرض دولك دحديسا هذا المسلمين تا اللو قرقارين قرب لون نغنين مسلمين تي هذين قعل أيدين هلين أولا له هذا مسلمين تا قعل إيا قرقار إيسان كهلين إيا قرب وحا إيمانيسا فتنة فتنة دا إيمانيسا تد كيبا دين تودي لغا بحنية ولا قاليسينية تبدا لغا شابضينية قبل هذي با مارت محوم هاي يالا اسكفر حمينية عردقي با لغو حد قدبية عردقي با لغو حد قدبية لي قودي با اسكر رقيسة أمواش هذي وحوله هذي يا بلاش لسكك قاضن يا ترى وحكى ما فساد هذا فربضا إلا تفعلوه هذا أيضا صمين ما أمرتم به وحلا يدين فريو إن ضدك مسلمين تأس ولا شدان إن قال هذا ليس كعليو قال هذا ليس كعليو هل موقف لو جوكسدو هذا يسندعن تكون وحيهانيسا فتنة بلا دعيسا في الأرض للك دحديسا في النويم بدعي فلسطين كلية أنت في الدنيا يدبي اللغو هاي سوما أركتي ضيف إيه وفساد فساد با إيمانيا كبير أو وين فساد آد أو وين أو أي كميتا هاي عرضي إن حتى لغو حد قدبو دين تي دادكي لغا سارو بلا يوردن با كردالان يسوى والذين كوي آمنوا حق الرمي أو هاجروا هجرودين أو جهدوا دقالمين في سبيل الله يا والذين كوي آوو صدومين أو نصروا أقرقارين أولئك كوا هم إيقا أمبا المؤمنون كوا الرمي حقا دبنمو إيمان دبا أو حقيقة أو كي سورة دبلاو قيدا أنكو سوى مرنيا أيقا أمبا إيمان كادب تعلق هلي اللهم هدب وحي إليهن مغفرة دمبدا وحي قفأها إيا قابل إيا قردره بعودن بالغتر إيا ورزق دوني بإليهن كريم وفيعا كاسي إليهن بير الله سبحانه وتعالى والذين كوي كفروا حق ديدي بعضهم بركوت أولياء بعض كوى كالي بيوليا الويهينو أيقا استاغيرا أيقا استاكوليا أيقا أولي الدير كذا أيقا إسود دنقنا أيقا إسود دير نحا إلا تفعلوه حد إذا سمين وحل إذن فري تكون وحيا هانيسا فتنة بلا دعيسا في الأرض دولك دحديسا دعيسا وفساد نوا إيمانيا كبير أوين با إيماني مصيبوين أن لأوودي كرين كوا صادعي دونة والذين أخيارتي آمنوا حق الرمي أو وهاجروا هجرودين وجاهدوا دقالمين في سبيل الله يا والذين كوي آوو سودوين أو نصروا أقرقارين أولئك كوا هم إيقا أمبا المؤمنون كوا الرمي الله حقا دبنمو كوي دبنما إلهي أرمي ومهاجرين يا أنصار ويان اللهم حيلين مغفرة دنبداف يا ورزق دون كريم وفيعا قل هذه أفراد أدن بيسي واكو والذين كوي آمنوا حق الرمي من بعد حد كذب يعني أنت حذيبية كدن بيسيوي ما كي مركلا ما كلا فرتيو وقتي يارها سي هجرودين طيب والذين كوي آمنوا الرمية من بعد صلح الحديبية الرمية وهاجروا هجرودين بعد صلح الحديبية هجرودين وجاهدوا دقالمين معكم منك مؤمنين تال لجركين الدقالمي مهاجرين يأسار لجركو الدقالمي أولئك كوا منكم إذن كي إذن كمديهم بوير منكم إذن كي إذن كمديهم مؤمنين وي وأولو الأرحام كوي قرابة وصاحب كاهانا بعضهم بركوت با أولى ببعض بركة كلا كحقني مبضا في كتاب الله إلهي كتاب كيس تذكر رحمك رحم وحل إلى هذا ماشي إلهي إلمها أقول تلقى لي أي إلهي إلمها كو أبورا رحم لي إلى هذا رحم وحل وبحي وماشي إلهي إلمها كو أبورا مركة قفك أذيك رحمك كلا قرابة قفك ورحمك يجيب الله حقيقة رحم كل نقطتين ماشى صار رحم كل نقطتين إلهي وكو أبوري ماشى حرير با ماشى إذن كل حمري
وأولو الأرحام كوي رحمني ماذا يا قرابة وصاحبك بعضهم أولى ببعض في كتاب الله يقول إنس دحلان وهي أول الإسلام وحال يسكو دحل جري هجرة داس إيو محوى إسلام كا يلا يسكو دحل جري مركا مركي إسلام كحوغي يستي أو نقال أو ياشي ودو يدا أو فرطي وفتوحات بدن وقاري باحوغن كي مركاس يلا بدلي أو ليري قف والبغفك قرابة اللي يهي إساقا دحل كيسا إسكالي ويساقا دحلايا تي إسلامي ماذا يتي هجرة دا تي بالله توري والذين كوي آمنوا حق الرمي آمنوا الرمي حق من بعد صلح الحديبية وهاجروا هجرودين وجهدوا دقالمين معكم لجركين حداد تيهين مهاجرين يا أنصار أولئك منكم إذنك مديهين وأولو الأرحام كوي قرابضة وصاحبك هيا رحمك بعضهم بركضبة أولى أحق كحق نمبضا بإرث ببعض في كتاب الله إن إدتك قرابض وضع دحلان أيها كحق نمبضا أولى ببعض أيها كحق نمبضا في كتاب الله كتابك إله الدحديس بإرث قرابتهم قرابض وضع إن دحلان إن الله يبنى بكل شيء وحلا أرك إذا الكدمان تبو عليم أكسون يهي وح الدون جوغا يوح آخر جوغا وح أور كجرا يوح بنايال وحول با إلهي وأكسون يسير يا عادبا إلهي وح والبا وح إلهي كما غني مجره أنك وح موغن أنك وح نغم قيهي إن الله بكل شيء عليم والله أعلم.